السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على مقابلة النادي الإفريقي والنادي الرياضي صفاقسي، واللي وفات بالتعادل السلبي 0-0، وسيصير اللي النتيجة هذه ما عجبت حتى كلوبيست. أما ما سألتش روحك كلوبيست علاش متغشش على نتيجة المقابلة، وميم طون ما تنجمش تسب لا ملعبية لا إطار فني لا إدارة كيما كان يسير مع المخلوع عبد السلام اليونسي. ساهل برشا، علاش ما تنجمش تسب الملعبية؟ على خاطر الملعبية هذوما هما بيدهم اللي كانوا مع الإدارة القديمة، أما تبدلوا 180 درجة. مالا الحسرة علاش؟ الحسرة على خاطر النادي الإفريقي في الوضعية اللي فيها هو توا ما عادش ينجم يخسر حتى نقطة. مقابلة اليوم ضد صفاقسي، لو كان النادي الإفريقي جاء في وضعيته العادية واللي هي التلوازيام بلاس وإلا الديزيام بلاس وإلا حتى بطولة، لو كان عدى مقابلة هو في وضعيته العادية كيما المقابلة اللي عداها اليوم ما يتلامش برشا، على خاطر عمل اللي عليه، عمل اللي يلزمه تعمل. أما الله غالب وقف قدامه حارس مرمى اسمه دحمان واللي باش نحكيه عليه وعدنا ما نحكيه عليه اليوم. مع احتراماتي للنادي الصفاقسي، مع احتراماتي للصفاقسية ونقدرهم برشا، النادي الصفاقسي أكبر من اللي يحكي عليه البياري، النادي الصفاقسي بتاريخه وبإنجازاته وبرجاله. أما بصراحة النادي الصفاقسي صعيب برشا باش يراهن كل موسم على بطولة، النادي الصفاقسي مستحيل باش يراهن كل موسم على بطولة، حتى البطولة اللي يهزها الصفاقسي انها تكون ثم كا انهم الجمعيات الثلاثه الكبار فرد وقت يكونوا ما همش في فورما، اما كي يكونوا الدمادم الصحاح واللي هما الكلوب والطوال والمكشخه في فورما مستحيل الصفاقسي باش يراهن معاهم على البطوله. وهذا وقتش تاكدت منه وزدت تاكدت منه من مقابلته اليوم ضد الكلوب. العب كيما تحب، تلعب كيما تحب، ما دامك في اطار القانون العب كيما تحب، تلعب 10 التالي، ضيع الوقت كيما تحب، اما مستحيل بالعقلية هذه باش تنجم تراهن على البطولة. احنا كنت المكشخة لعبنا 10 التالي، اما ثم عليش الوضعية تحتم ان نلعبوا هكاك، ماناش قادرين باش نواجهوا الترجي ونلعبوا ند للند، لعبنا التالي. اما قلت ثم عليش، اما انتوما كصفاقس قلت لك تلعب كيما تحب، اما بالعقلية هذه مستحيل باش تنجموا تراهنوا على البطولة. نجيو توا البوفون متاع المقابلة، نجيو توا الكاسياس متاع المقابلة واللي ولانا عيرود، نجي نحكيو على ايمن دحمان واللي عمرك ماك باش تكون صفاقسي، على خاطر صفاقسي البير كي نقولوا صفاقسي نقولوا التربية، كي نقولوا صفاقسي نقولوا الاخلاق، كي نقولوا صفاقسي نقولوا شادي الهمامي، نقولوا انيس بوجلبان، نقولوا عماد بن يونس، ملعبية في قمة الأخلاق. صحيح تنحي باراد ولا تنحي زوز ولا تعدي حتى موسم باهي، أما عمرك لك باش تكون حارس مرمى كبير، عمرك لك باش تكون في قيمة عاطف تخيلي، فاروق بن مصطفى، بن شريفية، البلبولي، ولا نحكيو على الجولة الكبار، عمرك لك باش تكون كيما البدوي، شكري الواعر، بوبكر الزيتوني، على خاطر راهي الكورة أخلاق قبلها كورة، تمشي كورة ويقعد كان الفعل والكلام الباهي. تجي الصابر خليفة تقول له والعام الجاي الشرفي وعلى شكون على النادي الإفريقي، يقولها بن مصطفى، يقولها بن شريفية، البلبولي، على خاطرهم هذوما كورجية صحاح، هذوما يعرفوا اش معناها النادي الإفريقي. سامحوني انفعلت شوية، أما الكلام هذا بصراحة مش معقول، كومبليتمون مش معقول، حتى لو كان ملاعبي من الكلوب وقال تصريح كما هكا امبوسيبل نجي معاه حتى لو كان ولجمعيتي. نحكيو توا كورة واختاونا من الشوط الأول لم يرتقي إلى مستوى الفريقين، شوط ماسك مارق ما فيه ما يعجب، ما يعجب فيه كان التير متاع الشماخي والباراد متاع الجميتون سي ديفيرون. شفنا الكلوب أفريكا تبدلت كومبليتمون، ولات تلعب أكثر قدام، ولات تلوج على الانتصار أكثر من الشوط الأول، حتى الرسم التكتيكي تبدل مرتين وثلاثة، كانت الكلوب تلعب من 4-3-3 ولات تلعب 4-2-3-1، ومن بعد في الأخر ربع ساعة الأخرانية ولات تلعب 4-2-4. برشا باش يلوموا على الشانجمون اللي عملوا منتصر دوحيشي وخرج وسام يحيى وهبط في بلاستو صابر خليفة، كي تجيو نحسبوها بالأقل ما تكون كان هكا. الرسم التكتيكي تاع الكلوب كان 4-3-3، يلعب 3-0، يحب يولي منتصر لوحيشي يلعب كاتا تاكو يلوج على بونتو، ما تجيش يخرج مهاجم ويدخل في بلاصته مهاجم على خاطر يحب يزيد اتاكو اخر، اوتوماتيكمون شنو هو باش يخرج؟ باش يخرج واحد من وسط تيرا والا باش يخرج ديفونسور، ديفونسور صعيبه باش يخرج، ويقول لك حتى لو كان ما نربحش ما نخسرش على الاقل يقعد الكونتور يمشي، نقطه خير من بلاش، شكون يقعد له؟ يقعد له باش يخرج ملاعبي من وسط تيرا، شكون عنده في الوسط تيرا؟ عنده احمد خليل وعنده وسام يحيى، فكروا وحدكم، فكروا بينكم وبين رواحكم، لو كان جيتوا في بلاصه منتصر لوحيشي شكون باش تخرجوا؟ اوتوماتيكمون باش تخرجوا وسام يحيى، على خاطر احمد خليل فيزيكمون حاضر اكثر من وسام يحيى وفكاك اكثر من وسام يحيى. كيف كيف لي دوز اريير لاتيرو اللي يتمثلوا في حمزه العقربي وغازي عبد الرزاق، شفناهم كل ما يقدموا قدامه ويعطيوا لي سوليسيون للاتاك
إلا والكلوب يكون يوجع أكثر. فإن شاء الله يكملوا على المنوال هذا في المقابلات القادمة. ياسين الشماخي تخلص أكثر من 10 ملاعبية، تخلص في 70 ولا 80 مليون في الشهر. ما عملت شيء يا معلم، ما عملت شيء. ملاعبية فروخ صغار يطيروا بيك تيران، وبرافو منتصر الوحيشي اللي خرجته على الأقل خليفيق على روحه شوية. وضعية اللي فيها الكلوب تو تحتم على كل ملاعب، كان يعطي في 100% يولي يعطي 100%. ريت الحشيش، الحشيش تاكله. بالك في بالك نلعبوا في طرح برو ولا طرح فيفا، راهي كل مقابلة حرب. تعرفش معناها حرب؟ حرب. خويا كانك مكش قادر على الوضعية اللي فيها الكلوب أفريكا تو، اتكى على جنب. ثم وليدات صغار قادرين باش يعطيوا الإضافة للكلوب ويلعبوا على المريول ويبلوا المريول. مقابلة الجاية ضد تطاوين في تطاوين، مقابلة هذه مصيرية بأتم معنى كلمة، وعلى الملعبية باش يمشي ويجيبوا 3 بوان من غادي. اللعبية من توا يفكروا المقابلة الجاية 3 بوان بأي طريقة، بأي طريقة. أمواك يفكروا بالعقلية هذه كي يمشيوا لتطاوين من الأول، دون ما يدخلوا سيرتيرا يوجعوا الادفرسير، مش يقعدوا لي لدقيقة 60 و70 وقلبة بقلبة وزعمة يماركيو وبالك ان بوان باهية تو المقابلة اللي بعدها في بلادنا ننتصروا. لا، ضد تطاوين الانتصار ولا غير الانتصار، حتى يسهل علينا المقابلة اللي بعد تطاوين. كلوب بإذن الله ما نخافوش عليها، على خاطر قاعدة تتحسن من مقابلة المقابلة. واليوم لكلوب أفريكا خير من الكلوب ضد القروان، خير من الكلوب ضد الرجيش. اليوم نلعبوا ضد منافس من حجم ثقيل، ملقاش معنا الصرف. اليوم الله غالب، الانتصار ضاع علينا. ونقول لخالد حسني اللي قال في EFM ان الكلوب النتيجة أقبل الأداء، نقول لك يا خالد حسني رانا مانيش نلعبوا وحدنا سيرتيرا، رانا مانيش نلعبوا في النادي الإفريقي. كي كان ما ثماش أداء شفنا النتائج كانت منعدمة، مرحلة الذهاب كاملة وتبوا. اليوم لكلوب أفريكا الأداء قاعد يتحسن بشوية بشوية، النتيجة بدأت تجي معها. أما يا خالد حسني تعرف لشكون تقولوا النتيجة أقبل الأداء؟ تقولوا للمكشخة. ساعات الجمهور بتاعها يقولك يا أخوي نحب نتيجة ونحب أداء، تقولوا راهي ثم مقابلات حشنا بالنتيجة وما حشناش بالأداء. أما لكلوب أفريكا كما قلنا بإذن الله ما نخافوش عليها والكلوب تعيش.